دكتور خليف طالب في الجامعة الأردنية، والآن أنت على رأس الأمر رئيس لهذه الجامعة. نعم يعني ما بين اللحظتين، لحظة أنك طالب، لحظة الآن أنت المسؤول الأول في الجامعة، شعورك شو هو؟ أول ما عينك بالجامعة الأردنية، تجولت في الأماكن كنت دائما تجلس فيها، صحيح استعد ذكرياتك. صحيح. يعني أنا أول يوم دوامي لي في الجامعة كان في افتتاح معرض صور ذكرى الكرامة، وكان المعرض مقام في المكان الواقع يعني عند كلية اللغات الأجنبية وباتجاه كلية التجارة، وهذا الطريق اللي كنا نسلكه إحنا لكلية التجارة. فشريط سينمائي حقيقة عاد في ذاكرتي، تذكرت في الأيام، تذكرت في الأشجار، الضباب، السرو، قباب الجامعة، تذكرت في الجلسات، تذكرت في الأصدقاء، الزميلات، الزملاء. السؤال بناء شو اسمه أم فيصل، كان لك حب في الجامعة كشاب؟ بلا شك بلا شك، يعني كان في علاقات هيك طائشة لكنها لا ما ترقى زال إلى، عالق بذهنك؟ لا 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 لا، وين لا، سيدات إلا متزوجا، و مطمئنين بالعكس يعني زمالة. مررنا بمراحل الزمالة ومراحل العلاقات الطيبة الشريفة النظيفة، العلاقات الأخوية بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير وبكل رقي لنمط العلاقات كانت تجمع بيننا. والآن لما بنلتقي وبنكون يعني أحبة، وحتى يعني لأم فيصل، بتعرف أم فيصل طبعا ما بخبيش شيء على أم فيصل، بكل علاقات الطيبة وبكل العلاقات العابرة في حياتي من زمالات ومن أعمال ومن أشياء، دائما وأبدا بلاقي يعني سري ومقر الأخير لأم فيصل. إذا يعني استطع أن أنه نأخذ شيء مما في داخل هذا الرجل الكبير، شيء له علاقة بإنسانيته. بدنا بس نأخذ فاصل قصير ونعود الحديث مرة أخرى مع الدكتور خليف، وبتمنى أنه نسمع صوت الحجة والدتك حتى نمسي عليها وتمسي علينا. إذا أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود للحديث مع الدكتور خليف. في حلقتنا الأولى من برنامج ذاكرة الأيام نلتقي بشخصية محيطة. أنا دكتور خليف يوسف صالح الطراوني. ولد الدكتور خليف الطراوني في قرية صغيرة، الخالدية، مؤاب، الكرك، 1958. لقاء يجمع الكثير من الذكريات. وكنت وانا بالجامعه الاردنيه مبعوث من وزاره التربيه والتعليم اشتغل في مطعم الجامعه، صفوا العيال على الدور 18 قرش. ويعيش هذا اللقاء الكثير من المواقف. كنت ادير بقاله لوالدي رحمه الله، واول من ادخل فيها المشروبات الغازيه كراش وقتئذ. 2005 وقعت ابنتي نور الصغيره وهي حديثه الولاده وكسر فخذيها، و حملت بحضني إلى الكرك ومن ثم إلى عمان. معا وبصحبة الدكتور خليف الطراونة رئيس الجامعة الأردنية سنكون معكم في برنامج ذاكرة الأيام في الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء. عدنا لكم أعزائي المشاهدين، ومعنا الضيف العزيز علينا وعليكم الدكتور خليف الطراوني، وحديث الطفولة، حديث المدرسة، حديث الجامعة. تعلمنا منه أنه حتى لو كان الوضع الأسري ميسور، لكن العمل عبادة. نعم. شيك يا دكتور. نعم. فما كان الهدف عندك جمع الفلوس بقدر ما هو هذا جزء من تركيبتك أنه تكون إنسان عامل، إنسان منتج، وعشان هيك الله وفقك في الحياة. طيب لله. أعتقد أنه كثير أنا يعني متشوق أن أسمع صوت الحجة الوالد أم عاطف، الله يحميها. فالمخرج المحترم يقول لي أم عاطف على الهواء. أنا معك حجة. مساء الخير يا حجة. مساء النور يا هلا، كيف حالك؟ الله يخليكم. أول شيء الله يخلي لك الدكتور ويخلي لك عاطف وبقية الإخوان كلهم. آمين يا رب. آمين. أنت شايفيت الدكتور على الشاشة ولا لا؟ والله شايفيته. طيب شو بتقولي للدكتور وأنت شايفيته هسه قبالك؟ ابنك الحنون الغالي عليكي. الله يخليه، والله عيالي كلهم حنونين وغاليين،
وهو قلبي راضي عليهم كل الرضا الحمد لله رب العالمين. أنا كل عيالي بحبهم وهم كويسين يستاهلوا الحب. نعم. طيب تتذكر لما كان هو صغير كان يساعدك يا حجة؟ آه والله. شو كنت تقولي له؟ بقول له الله يعطيه العافية ووفق ربنا. طيب هو إن شاء الله هي موفق لأنه كله سبب دعاويك. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى. ذكرينا هيك بقصة حلوة عملها معك الدكتور وبعدها علقة بذهنك. والله دكتور كل قصصه كانت حلوة. يعني كله لأني ما شفت منه إشي مش كويس كله حلو كويس وترباتهم هم صغار الحمد لله رب العالمين يعني رغم أني كنت لحالي ما معي ناس ساعدوني يمهم على الحياة. والحمد لله رب العالمين والله وفقهم. نعم. أم عاطف. نعم. الدكتور بحبش الواسطة مش عارف ليش بحبش اللي يعطي الناس حقوقها. لو إجاك واحد على البيت ودبك عليك يا حجة خلي هالدكتور مشينا أمرنا شو بتعملي؟ الله يمشي أمرك والله هو يوم بقدر لله حيلي يعني ما أنا بالذات ما بتبهني ما عمره رد لي طلب إلا أن يكون ما يعني شغلة ما يقدر عليها. يعني بدنا ندش الناس عليك هسه اللي عنده شغلة يجي على الحجة. يا ميت أهلا وسهلا في اللي بقدر عليه. الله يعطيك الصحة. طيب الدكتور شو بتقول للحج اللي سامع صوته هسه هذه الوالدة اللي يعني إلها أفضل عليك؟ الحج دائما وأبدا نحن نقول الله يطول عمرها ويحميها ويخليها إلنا هي اللي بتجمع البيت وبدنا الرضا فقط إن شاء الله. هو بده منك الرضا يا أم عاطف. أنا والله راضي ربي وقلبي راضيين عليه والله يرضى عليهم جميع يا رب. طيب هيك دعوة من قلبك للدكتور شو تقولي له؟ والله من قلبي والله من قلبي من صميم قلبي بقول الله يرضى عليهم جميع ويرضى عليه وييسر أمره ويطول عمره ويشرح صدره وينهض قدره هذا اللي بقدر أقوله. ما شاء الله عليك يا حجي هذا كله طلع من قلبك دفعة وحدة والله. آه والله من قلبك. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب ويخلي لك إياه ويخلي هالشباب كلهم يا أم آمين عاطف. آمين يا رب آمين. آمين. شكرا لك إحنا مبسوطين سمعنا صوتك. الله يخليك وأنت شكرا لك. الله يخليك. أبو بدي تحكي لي يا دكتور محطة من محطات الجامعة لما كنت طالب في الجامعة. صحيح. أثرت على حياتك وأثرت على مجرى حياتك وخلتك تطلع تكمل في الخارج وصير ما شاء الله يعني أستاذ. وبروفيسور وترجع تكون رئيس الجامعة اللي انت كنت طالب فيها. صحيح. هو شوف يعني البيئة مرة ثانية يعني انا متذكر واحنا بالسنة الثانية قررنا انه نشكل جمعية إدارة الإدارة العامة وكان اخونا علي المعايطة سنة ثانية كنتوا؟ كنا سنة ثانية بالجامعة الأردنية وقرر بده يترشح الى رئيس الجمعية وهو علاقته بالطلاب كانت محدودة فنزلت أنا وبسام نسور وخليل شاهين ومجموعة من الزملاء وسوينا دعاية انتخابية كانت يعني مختلفة عن الدعايات الانتخابية اللي بيسووها الطلاب عادة وأيضا أقمنا حفل استضفنا فيه المرحوم فارس عوض وكانت في يعني من الحفلات الرائدة ومن ذاك التاريخ وعلاقاتنا الطيبة هذه وأنا كنت أقول لهم إن شاء الله أني غير أرجع دكتور وأنا سنة ثانية فيضحكوا علي ويمزح يقول لك أنت هسه روح دبر حالك في الجامعة واحد طلب سنة ثانية ويدوب لما نخلص ويدوب بدك تروح الجيش وبدك وبدك بدك تصير دكتور ويصير ويمزح ويصير يعلمه فلما خلصنا الجامعة كنت أكتب لنفسي دائما يعني تحدي لنفسي قارمة اسم مكتوب عليها الدكتور خليفة الطرابي سلفا؟ نعم من وأنا بعد الجامعة مباشرة فكانت حافز دائما وأبدا إلي أني أسعى إلى أني أنا أحصل على شهادة الدكتور يعني كان في أمام عيونك في هدف واضح وحققته الحمد لله يعني خلينا نقول لطلابنا بالجامعات إذا الواحد حط بباله هدف يعني ممكن أحققه أبدا بحققه أبدا يعني هذا واضح أنا بسنة 76 وأنا لساتني بقدم بأوراقي إلى الجامعة الأردنية كنت أقول لأمي الله يطول لي عمرها كنت أقول لها هذا بداية أنا كل هذا مش معترف فيه ما شاء الله. كنت أقول لها أنا إن شاء الله بسنة 90 يا حجي راح أرجع إليك دكتور ما شاء الله بسنة 76 كنت أقول وأنا أنهيت شهادة الدكتوراه بسنة 92 فحلم طويل صحيح لكنه تم تحقيقه برضا الله أولا بدعاء الوالد ثانيا وبالعمل ثالثا أنا بعتقد كل أبنائنا وهذا اللي أنا بقوله لطلابنا ولأبنائي في الجامعة الأردنية في كل أول أربعاء من كل شهر بكرة الصبح إن شاء الله للقاء مع طلبة الجامعة عبر أثير إذاعة الجامعة الأردنية هذا عهد ووعد مني دائما وأبدا أول أربعاء من كل شهر أكون معهم ساعة على الهواء مباشرة
ودائما بقول لهم انه يجب ان يكون لديك هدف. نبعد عن المشاكسات والمشاجرات والقصص القال والقيل، ونحط اهداف، اهداف بعيده المدى واهداف قريبه المدى، ونسعى لتحقيقها، والله باخذ باليد دائما وابدا يعني. وهذا امر واضح يعني السعي، وامرنا الله سبحانه وتعالى اسعى يا عبدي وانا اسعى معك، لكن امر اسعى، السعي اولا، اعقل وتوكل، الاعقال، هذه الاوامر الربانيه، هذه السير النبويه واضحه في مذا في 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 ذهني كانت منذ 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 الولاده يعني، خلينا نسميها. وهذا اللي يعني بحكي لاولادي انا، انه يجب ان يكون لديك هدف صغير كبير. يعني في امر استوقفني انه يعني في عهدكم انه ما بصير يتخرج الواحد الا اذا اخذ كورس او التجنيد الاجباري. صحيح كان، وقال لك حظوه بحيث انه يعني حاولوا يدبروك في مكان اداري شاي وقهوه حتى يخففوا عنك وما تروح تتدرب. اللي بعرف انك رفضت انت واصريت انك تروح تتدرب، وعملت شيء يعني شوي بيستحق انه نحكي للمشاهدين. صحيح. ان انا اللي عندها ولد بده يروح على الجيش بتبوس 100 ايد حتى يحطوا لها اياه، اما يعمل شاي وقهوه او كوة او يتخبى، لكن انت رفضت الا تتدرب. صحيح. وعملت شيء كبير، خلينا نحكي لشبابنا شو اللي عملته انت. صحيح. الا انا دخلت الجامعه بشهر 9/76 وتخرجت بشهر 2/80، يعني 3 سنوات ونصف أنهيت الجامعة. نعم. ودخلت بالجيش خدمت العلم ب27/5/80. نعم. طبعا كنا الدفعة 13 طالب جامعي، 12 ودوهم يتدربوا في مركز تدريب خو، وأنا ودوني على مركز دباب على القطراني للدبابات الثالثة. طبعا هذولاك كانوا بدهم بيجيبوا واسطات وما الى ذلك، وانا كنت رافض الفكره يعني كلها. هم ريحوهم ودوهم على مكان يرتاحوا فيه شوي. فبعد التخريج ودوا ال12 على القياده العامه، وانا ودوني الى الدبابات الثانيه لواء 40. في الدبابات الثانيه اول يوم وصلنا كان في مناوره في حمرة حمد، وخرجت معاهم للمناوره. وبعد ما عدنا من المناوره طبعا كان يفترض اني اخذ اجازه، فما أعطوني الإجازة، قلنا على بركة الله ما في مشكلة. عدنا من الإجازة ولا هم يعني كأول جامعي عندهم بدهم يحطوني في القلم اللي هو بمكتب الديوان بالمعنى، لكن كمكلف بدهم يظلوا سوي قهوة وسوي شاي وهذا. فقلت لهم والله أنا هذا ما بتوفي معي. قالوا إحنا يعني الطلاب هيك بنسوي لهم اللي، قلت لهم لا، طيب اللي ما اللي شو غير ما بده هيك. قالوا بنوديك دورة سين ميم شين، سائق مدفعي إشارة. سين ميم شين، سائق مدفعي إشارة. نعم، سائق مدفعي إشارة. نعم. فقلت على بركة الله الحقوني في دورة المدفعي إشارة، سائق مدفعي إشارة. فالتحقت أيضا لمدة 3 أشهر في. قديش كان مدة التدريب يا دكتور؟ هلا الدورة كلها التدريب 2 سنين خدمة العلم، مضينا منها 3 شهور تقريبا في القطراني، وأمضيت منها تقريبا 2 أسبوع في حمرة حمد، وأمضيت منها تقريبا قرابة 2 شهر في الدورة سين ميم شين. وبعد ذلك وزعونا من الدورة ووضعوني في بداية الأمر في كتيبة في سرية، في السرية الثانية في كتيبة الدبابات، وأيضا في القلم مرة ثانية في قلم السرية، ونفس الجواب. بس استأذنك أقول لأخوي سالم الطراوني بس يمهلنا لحظة حتى يكمل الدكتور اللي في جعبته معنا الخط، معلش يتحملنا شوي. فقلنا كان الحاج صالح القطاوني هو قائد السرية نقيب، فقلت له والله أنا كمان ما بحب أكون في القلم، يعني ما قبلت في قلم الكتيبة، ماش قابل في قلم السرية. قال لي معناته بدنا نطلعك معبئ في الدبابة وظلك تنظفها وظلك تخرج عليها وظيفة. قلت له على بركة الله. فأخذنا كمان هذا الموال شهر، إلى أن جاء قائد كتيبة مرة وأمر بأني أنا أكون كاتب في العهدة.